أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلتين طبيتين في قريتي سندسيس بمركز المحلة الكبرى وشبرا بلولة بمركز قطور. وتم توقيع الكشف الطبي على 2042 مواطنا من خلال 14 عيادة، وتم صرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، كما تم تحويل 159 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. كما شهدت القافلتان إجراء اختبارات محو الأمية ل 48 مواطنا وزراعة 100 شجرة مثمرة بكل قرية.